أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يعني الأجيال السابقة ماتوا وأخذهم الله سبحانه وتعالى إلى الآخرة، الأخيار للنعيم والأشرار للجحيم. بعد الأجيال السابقة جعلناكم في الدنيا خلائف لأولئك، للأجيال السابقة، أنتم خلف لأولئك الأجيال السابقة. جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا اللام لام التعليل، لام العاقبة، لام الهدف، كيف ما يسمي الإنسان لهذا المعنى. الأجيال السابقة تبين أنهم كيف كانوا، بعضهم كانوا أخيار، بعضهم كانوا أشرار، يعني بعضهم عاشوا في الدنيا أخيار وبعضهم عاشوا في الدنيا أشرار. الآن النوبة لكم أنتم البشر، حتى ننظر لننظر كيف تعملون، من يعمل الخير ومن يعمل الشر، من يعيش الفضيلة ومن يعيش الرذيلة، من يستفيد من عقله الذي يدعو إلى الخير والفضيلة، ومن يتبع شهواته الشريرة التي تدعو إلى الرذيلة والمظالم، حتى يظهر هذا عن هذا. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، خلق الجنة للأخيار وخلق النار للأشرار، كما في القرآن الكريم مكررا ورد هذا المعنى، وفي الأحاديث الشريفة كثيرا. وخلق الدنيا وخلق البشر في الدنيا للاختبار، وأودع في الإنسان ما يدعوه إلى الخير وهو العقل، وفي خارج الإنسان الأنبياء رسل الله والأئمة الذين هم بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، يدعون إلى الخير، وهكذا الشهوات التي تدعو إلى الشر، لينكشف من يعمل الخير طول حياته فيستحق الجنة، ومن يعمل الشر طول حياته فيستحق الجحيم. وفي كل زمان وفي كل مكان توجد الأمثلة الكثيرة لهذا القسم من الناس ولهذا القسم من الناس.
في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله مثالان لهذين القسمين، أبو لهب وأبو ذر. أبو لهب من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في النسب، هو عم رسول الله، هو أخو أبيه، هو ابن عبد المطلب، الرجل العظيم، هو أخو أبي طالب. ولكن عاش، وعاش مع رسول الله، ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخلاق رسول الله، وفضيلة رسول الله، ومع ذلك لننظر كيف تعملون، كان عمله ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، سبا لرسول الله، شتما لرسول الله، ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله، إيذاء لرسول الله، هو زوجته، ابنه، حياتهم مليئة منذ دعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإسلام، ومنذ أعلن في المشركين قولته العظيمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، منذ ذلك اليوم نصبت هذه العائلة أبو لهب وزوجته وابنه، نصبوا العداء لرسول الله في كل مجال، وكانوا يؤلبون على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يؤذون الذين أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله، شتى أنواع الأذى، والتاريخ مليء بما صنعته هذه العائلة من المآثم ومن الرذائل، ومما يندى له جبين الإنسان بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالنسبة إلى من كان يؤمن برسول الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن ابنه كما ورد في الروايات والأحاديث الشريفة، وورد في التاريخ وفي تفاسير القرآن الكريم، في تفسير سورة تبت وفي مجالات أخرى، أن ابنه ذات مرة جاء إلى رسول الله وبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وسب رسول الله وشتمه، ورسول الله لم يحرك ضدهم ساكنا. عمه ماذا يقول فيه؟ هذا ابن عمه، هذه زوجة عمه، رسول الله قمة في الفضيلة والأخلاق، رسول الله تعلم من القرآن الكريم، تعلم من الله سبحانه وتعالى، إن الله أدب نبيه بأدبه كما في الحديث الشريف، أدب الله تعالى منتشر في وجود رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، السيئات التي كانت يوميا وعلى مر التاريخ في تلك الفترة تصدر من هذه العائلة، أبي لهب وزوجته وابنه، على رسول الله، لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رأيت، لم ينقل عنه كلمة تشبه كلمات نفس أبي لهب وزوجته وابنه، مع أنه يجوز للإنسان أن يرد الإساءة بالإساءة، وقد صرح بذلك الله
عز وجل في القرآن الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما الرسول صلى الله عليه وآله لم يستفد من هذه الرخصة إطلاقا بالنسبة إلى الغرباء الذين آذوا رسول الله، لم يستفد من هذه الرخصة، فكيف بالنسبة إلى من هو قريب إليه بالنسب وهو عمه؟ كلما كان يزداد الأذى منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله لا يصدر منه إلا الإحسان. لننظر كيف تعملون، هذا عمل مثل أبي لهب، حتى نزلت سورة كاملة في ذم هذه العائلة، والسورة الله عز وجل افتتحها بكلمة: تبت يدا أبي لهب وتب. تب بمعنى القطع، بمعنى الانفصال، بمعنى البعد، على اختلاف الإشارات في المعنى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. المال الذي عنده والذي كسبه هذا ما أغنى عنه ماله وما كسب. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه امرأته كانت تحمل الحطب وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة الظلماء حتى يتعثر رسول الله بذلك صلى الله عليه وآله. هذه العائلة هكذا، لننظر كيف تعملون. وفي المقابل أبو ذر رضوان الله عليه، رجل غريب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله من قريش، من بني هاشم، وأبو لهب من بني هاشم. أبو لهب ابن عبد المطلب، وعبد المطلب ابن هاشم. أبو ذر قروي من قرية من بني غفار، لا من بني هاشم ولا من حتى قريش، يأتي ويجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويستمع كلام النبي صلى الله عليه وآله ويؤمن برسول الله. أبو لهب كم سمع من القرآن، كم سمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، أما كل ذلك لم يؤثر فيه ذرة واحدة. وأبو ذر اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واستمع إلى كلامه جلسة واحدة، تغير 180 درجة من مشرك يعبد الأصنام كما مذكور في التاريخ، ومن أعماله الأخرى لأبي ذر أيام الشرك، إلى قمة في الفضيلة، قمة في الخلق، قمة في الإنسانية، قمة في الدفاع عن المظلوم. كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مع رسول الله حتى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد رسول الله التزم وصي رسول الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتحمل المصائب الكثيرة لهذا الالتزام بأمير المؤمنين كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد سمع من رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي صلوات الله عليه واديا آخر، أمر بالسلوك ما سلكه علي بن أبي طالب. التزم بهذا.
حتى بلغ ما بلغ أنه ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في أبي ذر: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. الخضراء يعني السماوات، الغبراء يعني الكرة الأرضية، يعني كل من تحت السماء وكل من على وجه الأرض ليس هناك أصدق من أبي ذر. وورد في التاريخ أنه في ليلة المبيت، يعني الليلة التي اجتمع مجموعة من زعماء قريش ومن زعماء الآخرين العشائر الأخرى، اجتمعوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتظروا حتى ينفلق الفجر، ويكون الفجر يكون الصباح، فيهجموا على الرسول صلى الله عليه وآله في داره ويقطعوه بسيوفهم قطعة قطعة. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه تلك الليلة بالهجرة، وبأن يجعل في فراشه ينام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، باعتبار أن عليا بات في تلك الليلة في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن هؤلاء عندما كانوا ينظرون من خلف الستور يتصورون أن النبي هو نائم في هذا الفراش، وكان النائم هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولذا يسمى بليلة المبيت، مبيت علي صلوات الله عليه في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو ذر حمل رسول الله في ردائه وعلى عاتقه وخرج من بين هؤلاء. قالوا له: ماذا حملت معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله. هؤلاء ضحكوا، قالوا: هذا أبو ذر يضحك علينا، كيف يجرأ محمد أن يخرج بيننا وهو يعلم أننا نريد قتله؟ يعني أبو ذر حتى في هذا المكان صدق. والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية التي تلوتها: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، بهذه المناسبة قالها. نعم، في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما خرج، يعني كان في عباءة أبي ذر وخرج، على بعض ما موجود في التواريخ والروايات، خرج من بين هؤلاء القتلة، حمل بيده حفنة من التراب ورماها بطرف هؤلاء وقال: شاهت الوجوه. فهؤلاء لم يروا رسول الله، لم يصدقوا أن رسول الله هو الذي في هذا الوقت الحساس يخرج من بينه. أبو ذر غريب، مو قريب من رسول الله، في النسب ليس يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي ويؤمن برسول الله ويلتزم كلام رسول الله بعد رسول الله حتى يموت في هذا المجال، كما في التاريخ مات جوعا لدفاعه عن أمير المؤمنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره بالتزام أمير المؤمنين. وأبو لهب يكون هكذا، لننظر كيف تعملون. أولئك انتهى التاريخ عنهم، الآن ونحن في حياة الدنيا ونحن على وجه هذه الأرض نحن خلائف بالنسبة للأجيال السابقة. الله تعالى ينظر ماذا نعمل نحن، نحن رجالنا، نساؤنا، مثقفونا، علماؤنا، كسبتنا، موظفونا، شبابنا، كبارنا، لننظر كيف تعملون.
تاريخنا كيف ينتهي، كل بمقدار ما قسم الله له سبحانه وتعالى من الحياة ومن النعم ومن المشكلات، كيف يتعامل في هذه الحياة. لننظر كيف تعملون. اليوم يومنا نحن، يوم الحكومات الموجودة الآن، حكومات الإسلامية وحكومات غير الإسلامية، يوم التجار مع أموالهم كيف يتصرفون، الحكومات بحكوماتهم كيف يتصرفون، الرجال كيف يتصرفون في ما منحهم الله سبحانه وتعالى من الطاقات والإمكانات، النساء كيف يتصرفن، العشائر كيف تتصرف، المذاهب كيف تتصرف، الأديان كيف تتصرف. القرآن الكريم يقول لننظر كيف تعملون، فيلزم علينا أن نكون مواظبين حتى أن أعمالنا تؤدي بنا إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى من النعيم للبشر الذين يطيعون، ونتجنب عما خلق الله سبحانه وتعالى للبشر الذين يظلمون من الجنة والنار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لهذه البصيرة وللعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.